على الهاتف ارحب بنائب رئيس مجلس اداره نادي الاتحاد الاستاذ عادل جمجوم. مساء الخير استاذ عادل. مساء النور. ارحب فيك وشكرا على المداخله. قرانا قبل قليل بيان الاتحاد ولا ادري ان كنت سمعت مداخله الامير فهد بن خالد. الان موقفكم الان هو ضد الاتحاد السعودي وليس ضد الاهلي، يعني انتم ما لكم علاقه في الاهلي، انتم تتخذون موقف من الاتحاد انه يتخذ هذا القرار في هذا الوقت الضيق، صحيح؟ نعم، يعني احنا لم يتم ابلاغنا ولكن اللي حصل حصل. طيب وش موقفكم الان؟ يعني حتقدمون باحتجاج؟ حتلعبون المباراه؟ ايش ممكن يسوي الاتحاد؟ نادي الاتحاد ان شاء الله احنا حنقدم استئناف اذا في مجال الاستئناف وربنا يسهلها ان شاء الله. انتم كنتم موافقين عفوا على القرار من اول انه فيما لو صدر في وقت مبكر؟ هذا الكلام وضحه المهندس محمد فايز في مقابله تلفزيونيه مع احد القنوات. نعم. ووضح موقف نادي الاتحاد من الموضوع ده، انه لو كما افاد الامير رئيس نادي الاهلي في موضوع التاجيل انه تكلمنا ايام مباراه مع فريق هجر. نعم. وكان في وقت كافي للاعداد والاستعداد والاشياء دي كلها. والقرار ليس خاضع لمجلس الاداره وانما هو خاضع للجهاز الفني في الفريق. ولكن بعد مباراه هجر اضطرينا نلغي كل الاشياء على اساس انه في مباراه الاهلي وهي استعداد جيد لينا لمباراه الفريق الصيني. طيب. ولكن فوجئنا احنا كلنا بالقرار. وش تفسروا الموقف استاذ عادل؟ يعني موقف اتخاذ القرار في هذا الوقت الان له اسبوع او 10 ايام الكلام قاعد يطلع، اليوم قبل المباراه بايام يطلع هذا القرار، وش تفسره انت؟ والله انا ما احط الا التفسير الحسن ان شاء الله اللي هو مصلحه الوطن ومصلحه الانديه الممثله في الوطن، بس بعين الاعتبار لازم يؤخذ انه برضه نادي الاتحاد ممثل للوطن. طيب انتم متضررين؟ متضررين انكم تتاجلون المباراه في وقت متاخر، متضررين انتم الان من القرار؟ احنا متضررين لانه البرنامج اللي احنا عديناه اتلخبط كله. وش موقف المدرب استاذ عادل الان؟ والله موقف المدرب بكره ان شاء الله حنجتمع معه، انت القرار حتى القرار احنا علمنا به في وقت متاخر، يعني كان جدول التمرين انتهى ولا يعني بس المدرب علمناه بالموضوع ده، بكره حيكون في اجتماع مع الجهاز الفني لمناقشه القرار ده. يعني هو وصلكم بعد التدريب القرار؟ ها؟ القرار وصلكم بعد التدريب اليوم؟ اي القرار وصلنا اثناء التدريب واحنا في الاداره والجهاز في هذا، يعني لما خرجت ابلغ هذا كان التدريب انتهى. اها. طيب وش الضرر اللي حيعود على الاتحاد؟ ضرر فني بحت، صحيح؟ أو اكيد طبعا. طيب اذا يعني خاصه ان الدوري متوقف ويعني ما كنا احنا مستعدين ببرنامج اعداد الفريق لمباراه الصين، ولكن لما جاء قرار الرفض في اول مره الغينا كل البرامج اللي كنا معدينا للفريق للاستعداد على اساس انه في عندنا مباراه وتعتبر مع فريق زي النادي الاهلي في مباراه قويه وتاجلت المباراه. فالان احنا في يعني الله يستر يساعدنا ربنا ان شاء الله. يعني لو بس انا عندي في نقطه بس مستغرب منها حاجه. تفضل. انه قرارات اللجنه لا يتم التصويت عليها. تمام؟ يعني انا اديك مثال، يعني قرارات لما تفضل القرار بمعاقبه نادي الاتحاد ولا شيء كان قرار واجب التنفيذ حتى فقدنا حق الاستئناف. طيب. ولكن قرار اللجنه يتم التصويت عليه هذه يعني شيء جديد بالنسبه لنا. ما اشرحها لي استاذ هذه عادل مره ثانيه عشان الجمهور يفهم، انا ما فهمت حتى انا. قرارات اللجان لا يؤخذ التصويت عليها، وانما هي قرارات نافذه بحق الانديه وبحق من ينتخب ضد القرار. اها يعني هذا النظام قرار التاجيل تم التصويت عليه. اها هل يعني معنى ذا الشيء بكره لما توقع عقوبه على نادي الاتحاد او على اي نادي اخر من لجنه الانضباط، هل هيقل اني ارفع للاتحاد الكره ليفوت وهل تنفذ العقوبه ام لا؟ ما هو الاهلي هذا اللي سواه انه رفع للاتحاد السعودي بانه ينظر. يعني هذا دحين احنا بعد كده اي حاجه حنرفع للاتحاد السعودي، يعني اي حتى قرار لجنه الانضباط نرفع للاتحاد السعودي يعني يتم التصويت عليه. يعني انت تشوف ان هذا مش قانوني؟ والله اعلم. لا مو انت قلت خلاص، مو الله اعلم، انت قلتها خلصنا، بس انا ابغى على حد علمي. يعني انت تشوف انه هذا الموقف مش موقف قانوني، والا كل قرار حيطلع حروح انا الجا للاتحاد السعودي عشان يصوت عليه. نعم هذه سابقه. طيب عموما احنا نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، وانتم اكيد موقفكم استاذ عادل مش مع الاهلي عشان نوضح، عشان حتى الجماهير تكون اهدى، انتم مشكلتكم مع الاتحاد السعودي اللي اتخذ القرار، الاهلي مستفيد وبالتاكيد من حقه يستفيد، صحيح؟ يعني الاهلي بيمثل الوطن، انا ما عندي اعتراض على النادي الاهلي ولا عندي اعتراض بالتاكيد، بس انا عشان كان اعتراضي انه كان لابد من سؤال النادي الاخر في رايه في التاجيل. صحيح، نتمنى لكم التوفيق.
وعندي اضافه اخرى. تفضل. انا ان شاء الله ربنا اذا وفقنا وتاهلت حيكون عندي مباراه مع الهلال، هل حيسمحوا لي بالتاجيل فكرة مع في مباراه الدوري المحلي ام لا؟ هذا السؤال بس اللي يهمنا نعرفه. قدم من الحين استاذ عادل، يعني الامور ان شاء الله طيبه. يلا ان شاء الله تفاؤل حسن يعني عشان نتاهل ان شاء الله للدوري الاربعه يا رب ان شاء الله. طيب نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، شكرا لك استاذ عادل جمجوم نائب رئيس الاتحاد. تفضل ابو زميلي فيصل، اوحى لنا وللمشاهدين بان هناك رئيس اتحاد سعودي لكره القدم غير الاستاذ احمد عيد، او شخص مستتر يصدر القرارات. احنا نتمنى من خلال هذا البرنامج ان نوجه رساله للشخص المستتر للاتحاد السعودي لكره القدم بمنصب رئيس ويتخذ مثل هذه القرارات، ان يعمل فعلا. انت بس معاه ولا قاعد تسخر يعني عشان نفهم يعني؟ لا انا اتمنى لو كان يسمعني هذا الرئيس يعني المستتر. كانك مؤيد لكلام اذا فيصل يقول انه في، هو يقول بس انت وقولك انت، انا اذا كنت معاه قول انت. هي ما هي معاه ولا ماني معاه، هي الموضوع تتكلم بناء على رايه، فاذا انت تتفق معه. نعم انا اتفق معاه في شيء معين. أيوه. انه الاتحاد السعودي اتخذ قرار ظالم ضد الاتحاد، نادي الاتحاد، ولكن هناك من اتخذ القرار غير احمد عيد كما يقول كما يقول فيصل. ولكن هذا واذا كان فعلا ان هناك من اتخذ قرار غير الاستاذ احمد عيد، عليه ان يعرف بان هذه كرة القدم لعبة، وكان يفترض ان يقدم مبررات سابقة، وان يمنح لجنة المسابقات فرصة تأجيل مثل هذه المباراة، لانه جماهير كرة القدم لا يعرفون مثل هذه الامور انها يعني خطيرة لهالدرجة، انه اذا لعب الاتحاد والاهلي ضاعت مصلحة الوطن. صحيح. إذا لعبوا مباراة الجمهور ما يدرك إنه هذا الموضوع خطير جدا، أو إنه يصل لمستوى إنه نوصفه بأنه مصلحة الوطن قائمة على هذه المباراة. لذلك إذا أردنا أن نعمل شيء علينا أن ما أخذوا بالحسبان ردة الفعل، أن نوضح للجماهير بأنه الأهلي ظروفه صعبة، مو على المستوى الآسيوي، إن شاء الله يحقق البطولة الآسيوية، لكن على مستوى تفكيره في الدوري وتفكيره الآسيوي. احنا نتمنى ايضا من نادي الاتحاد ان يتقدم لنادي الاهلي بطلب مباراه وديه في نفس توقيت المباراه، حتى لا تصبح المباراه انها مؤثره في الدوري او غياب اللاعبين. ممكن الاهلي يلعب بفريقه الاحتياطي قدام الاتحاد ولا تسجل هذه النقاط. طيب. انه من الضروري انه الاتحاد والاهلي يلعبوا مباراه قبل المنافسه الاسيويه لانها تعيد تركيبه الفريق. طيب. جمله واحده باخذ الفتح، جملة واحدة. بنكمل لسه الموضوع قبل داخل الفتح. أنا بنيت كلامي على هالموضوع، يعني إذا أنت تتكلم عن المصلحة العامة والأهلي، طيب الفتح أنت يمكن تسمع نفس الرد، الفتح عندهم بعد مشاركة، وهو طالب يوم واحد، والطلب كان قبل طلب نادي الأهلي وبنفس توقيت نادي الأهلي، ولا أقر في شيء. يعني؟ يعني فين المصلحة؟ وين المصلحة؟ أنت وين المصلحة اللي أنت تتكلم عليها مصلحة؟ لأنه الفتح أقل إمكانية. طيب خليني أقول لك شغلة. تفضل. أنا ممكن أطلع في الاتحاد السعودي وأقول طبعا كلكم خلينا اسوي شويه موازنه. تفضل تفضل. طيب مع ان اكيد يعني انتم حتى ما شاء الله لا 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 ثقيلين يعني. لا لا ثقيلين اقصد ما حد حيطلع من الاتحاد السعودي، ما حد حيطلع. خليني اقول لك شغله، انه انا في الاتحاد السعودي الحين جاني خطاب من الاهلي وناقشت خطاب الاهلي، الفتح ما ارسل. مرسل؟ لا لا مرسل. اتكلم مرسل للاتحاد السعودي، يعني هو يعترض على قرار لجنه المسابقات اللي صاير الان، مثل ما قال الامير فهد بن خالد، انا ارسلت للاتحاد السعودي وهي السلطه الاعلى من لجنه المسابقات. من اللي يبحث عن المصلحه ابو تركي؟ من اللي يبحث عن المصلحه لانديته؟ هنا السؤال. النادي. هل انت لما تشوف النادي وقلت يا جماعه الخير انا تضررت من قرار لجنه المسابقات انصفوني؟ طيب. اتخذوا قرار بانه فعلا قرار لجنه المسابقات خطا. الفتح يمكن ما ارسل. يعني انت من واجبك انك تدور مبررات لهم، لكن انا اتكلم الفتح يمكن ما يندرج تحت بند الذات العام. طيب خلينا نشوف الذات العام. طيب خلينا نشوف ذات الفتح ايش يقول. انت ماسك على الكلمه.